التخطيط ورسم الأهداف الصغيرة هو السر في وصول بزاف الناس للطموح الكبير. رحلة الصعود كما كيسميوها كتبدأ غير بورقة وستيلو تخيل فيهم محطات حياتك كيفاش بغيتيها تكون مورا واحد المدة إكس. كيبان هادشي بسيط وكي اللي هيبان ليه ما عندوش نفع بطريقة ملموسة، ولكن في الحقيقة التخطيط هو داك النور اللي كيخلينا نبقاو غاتين في الطريق المزيانة واللي كتوصل ما نميلوش عليها. الفيديو اليوم درتو باش نعاون راسي ونعاون بزاف الناس يلقاو النور اللي غايبين ليهم الطريق. لقيتي الوظيفة احلامك، وعلاش لا تكون انت هو البوس دراسك. قدرتي تولي فنان في التعامل الدبلوماسي مع دي كوليك طون اسباس دو ترافاي على ذوقك، كتمشي ليه كل صباح وانت فرحان. واهم حاجة قدرتي توفر المبلغ اللي حاليا في هذه اللحظة كيجيك صعيب بزاف من با تفكر في لو شيفر. انفان عايش في ان اسباس مين بوتي مي على ذوقك، بالمواصفات اللي في مخيلتك دابا، بالالوان الغريبة اللي بغيتي، وبالنمط اللي انت بوحدك كترتاح فيه. اي برافو، قدرتي تعيش باستمرار ومثابرة بنمط صحي، كترد البال المكونات الغذائية، كتقلب دائما على اللي ينفعك، كتفادى اللي يضرك، وكتشرب بزاف بزاف الماء. ميوي بيان سور غادي تكون وصلتي للوزن المثالي اللي كتحلم به، حيت في هاد الخمس سنين كاملة كنتي كل سومان كدوز او موان 4 اور في لاصال، كتنعس او موان 8 اور، كتاكل مزيان. قدرتي تبني وتحافظ على صداقات قليلة، ولكن كتريحك، كتحفزك، وكتبعدك تماما على اي تعقيدات ومشاعر سلبية. قدرتي تبني او لا بديتي كتبني اون في دو كوبل بيان اكيليبغي، بانك تكون كتسمع الاخر مزيان، كتقعد وقتك اللي كافي على الاقل 20 دقيقة بوحدك من بعد الخدمة، كتحترم الخصوصية الاخر، كتثيق في راسك، كتدير اي حاجة تفادى بها النمطية في حياتك. مورا هاد الخمس سنين وليتي مؤهل نفسيا باش تعامل مع انفان، تعلمتي تقرا قصص صغيره، تعلمتي كيفاش تكون قريب بحال الصديق، شوفي دو طون زون طون لونفون باش تبقى ديما قريب ومحافقه. اكيد مورا هاد الخمس سنين انا وليت فرحان باللي وصلت ليه، مرتاح فيه، قانع فيه، وهذا الشيء جعلني نكون سلام مع نفسي مع الكون كامل. الفرق ما بين شنو بغيتي تولي وشكون انت دابا هو هادشي اللي كتخدم عليه في هاد اللحظه. بركه من العجز والنور تخدم على راسك.